السلام عليكم، عاملين ايه؟ معاكم ام ملك وفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم زي ما تعودتوا معايا. المنيو الاسبوعي باكلات وافكار ان شاء الله تستفادوا منه. اول يوم معايا في الاسبوع عملت كده في اكلة اقتصادية بس كانت حلوة جدا جدا وتغيير عن المعتاد. عملت ايه؟ عملت رز بالعدس الاصفر. طبعا الاكلة ديت لحد ما اسكندرانية، اللي هو الكشري الاصفر، بس انا بقى جددت فيه. يعني دايما كنت بعمل جنبه البيض المدحرج والصلصة بقى والبصل والسلطة وكده، لا انا قلت اغير في اليوم دوت وما عملوش بالطريقة المعتادة عشان ما نزهقش منه. عملت ايه؟ عملت البيض التركي بطريقة حلوة جدا جدا، عجبني بصراحة وعجبني هنا في البيت. اول مرة جربه بس عجبتنا وهنكرر الفكرة كتير باذن الله، فحبيت ان انا اوريكم الاكله دي تستفادوا منها وان شاء الله تعجبكم. البيض التركي بيتعمل ازاي؟ بتسلقيه، وبعد ما تسلقيه بتقطعيه كده انصاص وتحطيه في الطاسه مع معلقه زبده، وتسيبيه كده في الطاسه مع معلقه الزبده، وتحطي على وشه ملح وكمون وبابريكا. حطي كتري من البابريكا تديله طعم حلو جدا، وكمان تحطي على وش الموتزاريلا وتغطيها وتسيبي بقى الموتزاريلا تسيح على البيض. عايزه اقول لكم بيدي طعم البيض تحفه جدا، بيتغير تمامه، يعني بيتغير طعمه تماما، يعني بتبقى اكله كده تحسي انت بتاكليش بيض، بتاكلي حاجه تانية بس مختلفه، طعمها حلو قوي قوي وتغيير. يعني بلاش بقى ان كل مره نعمل الاكله بنفس الطريقه بتاعتنا، نحاول نغير. فقلت اعمل البيض التركي دوت واعمل جنبه الرز بالعدس الاصفر. الرز بالعدس الاصفر سهل جدا جدا، كوبايه من الرز عليها نص كوبايه من العدس، لازم العدس يبقى نص مقدار الرز عشان يطلع طعمه حلو ومظبوط. كوبايه من الرز على نص كوبايه من العدس الاصفر، وبتغسليهم كويس وتحمري لهم بصلايه وتنزلي عليهم بتشوحيها مع البصلايه، وما بتاخدش وقت في السوا خالص، وتشوحيهم مع الرز بالعدس مع البصلايه كده، وتنزلي بقى عليهم بالميه السخنه وتظبطي الملح بتاعه، واول ما يتشرب الميه توطي عليه زي سوى الرز بالظبط، يعني مفيش حاجه مختلفه. والعدس الاصفر بيستوي بسرعه جدا، وده طبعا الليفت اللي انا كنت مخلي ليه، خلاص فتحت عليه وبدانا ناكل منه طعمه زي العسل. فالاكله دي حلوه جدا جدا ومش مكلفه خالص. احنا البيض موجود عندنا في الثلاجه، والرز كل اللي انت هتحتاجيه نص كوبايه من العدس، يعني اقل من التمن كمان، حاجه بسيطه خالص من العدس، واعملي بيها الاكله الحلوه ديت، وشويه موزاريلا، يعني لو عندك شويه موزاريلا متبقيين اعملي الاكله الحلوه دي. اليوم اللي بعد كده عملنا اكله برضو مش مكلفه. عملنا ايه؟ عملنا صينيه رقاق باللحمه المفرومه، كان بقالي فتره ما عملتهاش وقلت بقى اعملها. طبعا كان عندي انا لحمه مفرومه معصجاها في الفريزر فطلعتها كده، ما حسيتش بعمايله خالص، وعملته في ثواني ما خدش مني وقت، كان عندي العصاب في الفريزر طلعته. هو بس اللي انا اشتريت رقاق. كيلو الرقاق بكام؟ كيلو الرقاق الناشف عامل 23 جنيه. بس طبعا انا ما بعملهاش بكيلو، طبعا انا بيتبقى باخد حوالي 8 رقاقات بس، او 7 مثلا، يعني 3 تحت و4 فوق، او 4 تحت و3 فوق، حوالي 7 رقاقات كده في الصينيه. فبقيه الرقاق بيتبقى عندي بقى بستغله في حاجات تانية، ممكن اعمل بيه رقاق باللبن واكسره كده وافطر بيه البنات رقاق باللبن، ممكن كمان احمرهم لهم احطهم لهم على وشه كده سكر بودره برضو بيحبوه. فالرقاق بصراحه بينفع في حاجات كتيره جدا جدا، احنا هنا في البيت بنحبه فما بيخسرش. بس طبعا زي ما قلت لكم الكيلو كله، ما طبعا اكيد مش هعمل بيه صينيه كامله، تمام؟ فبيتبقى منه الكيلو عامل 23 جنيه، وكان عندي شويه لحمه مفرومه عملتهم بيه عصاد في اللحمه في الفريزر طلعته وعملت بيه، وحمرت كده جنبه بطاطس وحطيت على وشها كاتشب والمخلل وكده، وكانت اكله حلوه جدا جدا، وكان تغيير شويه، كان بقالي كتير ما عملتهاش وقلت بقى ايه اللي هو نعملها كده وكده، وكمان في نفس الوقت مش مكلفه برضو. يعني انت حتى لو عملتيها بربع من اللحمه المفرومه، الربع عامل حوالي 19 جنيه فمش هتكلفك قوي. الاكله اللي بعد كده كنت عامله بقى اكله حلوه جدا، كنت عامله البيتزا. بس بصراحه بقى عايزه اقول لكم على حاجه، البيتزا ديت انا ما كنتش بقى عاملاها اللي هو يعني بحاجه معينه، لا انا قلت والله لا اعمل بيتزا وفي نفس الوقت اعملها من بواقي الثلاجه، يعني كل اللي كان عندي في الثلاجه بقيت اطلع واحط على وشها. بعجنها ازاي؟ بعجن البيتزا بنص كيلو من الدقيق، بحط عليها علبه زبادي، وبحط عليها كيس لبن بودره اللي هو اللي بيتجاب اللي هو ب 3 جنيه دوت، او في برده الحجم الصغير بجنيه ونص، وبحط عليها كيس لبن بودره وعلبه الزبادي، وطبعا معلقتين من الخميره ومعلقه من السكر ورشه من الملح والميه الدافيه، وبعجن كل الكلام ده وبسيبها تختمر شويه، وبجهز لها بقى الحشو. كل اللي عندك حطي، عندك شويه لحمه مفرومه حطي، شويه فراخ حطي، جبن حطي، خضار حطي، اللي انت حباه حطيه في البيتزا. البيتزا بتبقى اذواق، بتبقى الحاجات اللي انت بتحبيها. فانا حطيت كده تشكيله حاجات كانت عندي في الثلاجه،
فلفل الوان، على فلفل اخضر، على بواقي زيتون، على شويه كاتشب على وشها، على جبنه موتزاريلا. بقيت بصوا اجيبه واحطه، عملت واحده كبيره وقلت ايه، بدل ما اعمل كل مره كنت بعمل بالزيتين وسط او بالزيتين صغيرين، قلت لا انا هعمل واحده بس كبيره وادخلها في صينيه كده في الفرن، واخدها واطلع واقطع في الاطباق واديهم، يعني ادي كل واحد طبقه كده احسن. اليوم اللي بعد كده كان عندي بواقي سمك، فقلت بقى هعمل حاجه جنبه ومشي اليوم بيها. كان عندي كده سمك مشوي كنا جايبينه من بره، فقلت خلاص انا هسيب السمك دوت لجوزي هو ياكله. فكانوا سمكتين كده سخنتهم له، سخنته في الفرن عادي بيبقى طعمه حلو. وعملت جنبه السمك المشوي بقى تاني يوم، عملت جنبه رز بالبيض. يعني انا عملت الرز بالبيض بس دوت ليا انا والبنات، كان احنا الرز بالبيض واديت لجوزي السمك ياكله. بس عايزه اقول لكم اللي ياكل من السمك ما ينفعش ياكل من البيض، هيتعب جدا. انا قريت المعلومه دي قبل كده، فاللي بياكل من ده ما بياكلش ده. انا حطيت لجوزي السمك ومعاهم طبق الرز اللي هو الرز السعوديه، واحنا لينا احنا الرز بالبيت، فاللي اكل من ده ما اكلش من ده. كان عندي بتنجان مخلل كده حطيته والمخلل، ما عملتش بصراحه سلطه عشان كان بواقي اكل، فقلت مش هعمل سلطه. يعني هو كفايه الاكل كده ومشيت اليوم بيها. بس زي ما قلت لكم اللي ياكل من ده ما ياكلش من ده. الرز بالبيت سهل جدا جدا. انا كنت منزله طريقته في الروتين قبل كده، لسه الروتين كان فيه روتين في الاسبوع ده، فنزلت طريقته. فهو بشوح له يعني بصلايه، بس بخليها ايه اللي هي تصفر معايا، وحمرها كده لغايه ما تصفر معايا عشان تدي للرز لون حلو، وبنزل عليها بالرز واشوحه معاها لغايه ما ياخد لون حلو كده. وبعد كده بديها عادي الميه والملح عادي كتسويه الرز العاديه خالص. واول ما الرز يتشرب الميه بنزل بقى على وشه كده بالبيض، بعدد البيض بقى اللي انتي حباه على قد ايه، على قد عددكم. بنزل عليها كده بالبيض وبوطي النار خالص، والبيض طبعا بيستوي بسخونيه البخار، فما بياخدش وقت خالص وبيستوي على الوش، بيبقى طعمه حلو جدا. وبديله رشه من الملح والفلفل الاسمر. في ناس بتحط عليها كمان عصير طماطم وتخلي الرز لونه احمر، يبقى رز كده محمر وعلى وش البيض، برده بيبقى طعمه حلو جدا. بس انا ما عملتوش بالطماطم عشان جوزي كان هياكل برضو، حطيت له منه طبق رز هياكله مع السمك، فما حبيتش اللي هو ايه ما ينفعش ده مع ده، حبيت اللي هو يبقى رز اكتر كده عشان احط له منه طبق جنب السمك. تمام، فحبيت برضو اقترح عليكم لو انت عندك بواقي اكل تمشي اليوم ازاي عندك. اليوم اللي بعد كده كنت بقى عامله فيه محشي، ونزلت لكم طريقه المحشي في الروتين بتاع يوم الخميس. كنت عامله محشي كرنب وفراخ ولسان عصفور، بس للاسف مكه حذفت لي المقطع بتاع الفيديو دوت، فحطيت لكم كده صوره بس ايه اوريكم شكل الاكل، فبعتذر لكم عن الموضوع دوت. فعايزه اقول لكم بقى ان الكرنب سعره غالي جدا بسبب المطره والسقعه وكده، والاراضي متينه فغلوا سعر الكرنب جامد جدا. استخدمت بصراحه يعني انا جبت الكرنبايه ب 14 جنيه، وفي ناس كمان بتبيعها ب 15 و16 واسعار كده بصراحه غريبه. استغلوا المطره والسقعه وغلوا الاسعار، بس انا قلت ايه، قلت مش مشكلة اجيبها عشان بس الجو ساقع وكده، ومحتاج الجو ده محتاج محشي كده، هو الاكلة المناسبة بصراحة في الساقعة ديت. وزي ما قلت لكم كان سعر الكرنب عامل، جبتها بقى الكرنباية ديت ب 14 جنيه، بس ما شاء الله يعني ايه عملت لي حلة كبيرة. عملت كده محشي كرنب وحمرت الفراخ، وحمرت كده برضو الفراخ في الفرن بتتبيله حلوه جدا، طماطميه وبصلايه وشويه من الخل والزيت والتوابل كلها اللي عندي، وبحطها كده. والاكله ديت بتكفيني لمده يومين. تاني يوم باخد المحشي اللي بيتبقى بقى وبسويه كده، بسخنه على البخار، والفراخ بحمرها بقى عادي جدا، وبيبقى الاكل طعمه حلو. اليوم اللي بعد كده كنت عامله فيه كشري. انا دايما في عادتي لما باجي اعمل الكشري بشوف اللي هو ايه، بجمع كده شويه بواقي من المكرونات، يعني ابقى عامله مثلا مكرونه محمره، اخد حبه من المكرونه الصغيره ديت واحطها كده في برطمان، حبه من المكرونه اللي سباكيتي او مش شايله منهم برضو، اللي هو ايه عامله مثلا عدس او واخده منه حبه، اللي هو كل حاجه باخد منها حبه لغايه اما اجمع كده ايه حاجه الكشري. مثلا عامله حمص الشام اخد منه حبه من الحمص، اللي هو بجمع كده حبه وبقوم عامله بيهم اكله، اللي هو ايه ما اروحش بقى مخصوص بقى اشتري نص كيلو ما اعرفش مكرونه، على نص كيلو رز، على شعريه، على لا كده هتكلفك. دايما عودي نفسك الكشري اعمليه بواقي المكرونات اللي موجوده عندك في البيت. كل ما تعملي مكرونه مثلا جنب بانيه عيني حبه،
في كيس كده في درفة الخزين، خليهم ايه دوت، اعرفي ان ديت الكيس دوت بتاع الكشري، اني حبة مكرونة سباكيتي على حبة مكرونة صغيرين على حبة رز على حبة عدس كده، يعني اللي هو شكلي مش مهم الحمص، لو مش لو مكلف عليكي او غالي او كده بلاش الحمص. والطماطم طبعا موجودة عندنا في الثلاجة، فاعملي كده بقى ايه، واعملي لهم كده حلة كشري كده يتغدوا منها ويتعشوا منها، الكشري طبعا محبوب وايه وبيمشي، يجوعوا كده تحط لهم طبق كشري وظبطيهم بقى مع الدقة والصلصة بقى والحركات بقى. واخر يوم بقى معايا في المنيو قلت بعمل لهم طاجن بقى، الطواجن ديت بتدفي جدا جدا في الشتاء، وبصوا هي اللي بتجيب من الاخر في السقعة ديت، محاشي طواجن هي ديت اساس الشتاء. قلت بقى اعمل كده طاجن باميه باللحمه، كان بقى لي فتره كبيره جدا جدا ما عملتوش، قلت لا لا انا خلاص بقى اروح اجيب نص كيلو من اللحمه على كيس باميه كده واظبط الدنيا كده، ومش بياخد وقت ترميه بقى في الفرن وتسيبيه بقى يعيش حياته، بس بيطلع بقى مش قادره اقول لكم سخن مولع 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 يعني. بحط بقى كده الطاجن على الشوايه عشان احمر اللحمه واديها الوش الحلو دوت. عايزه اقول لكم الباميه كل ما بتبات بتحلو اكتر، الطبيخ الوحيد اللي سبحان الله تحطيه في الثلاجه وتسخنيه تاني يوم بيبقى احلى من اليوم الاولاني، يعني حاجه كده تحفه. عملت كده نص كيلو من اللحمه زي ما قلت لكم على كيس من الباميه. لو انت مفرزه طلعي كيس كده واعمليه، مش مفرزه خلاص اشتري كيس باميه. وعملت كده جنبه الشوربه بتاعت اللحمه ورز بالشعريه، وكانت اكله حلوه جدا وكفتنا لمده يومين. ما تنسيش اللايك، ولو اول مره تشوفي قناتي يسعدني يشرفني انك تشتركي فيها.